انا محمد عبد الرحيم عبد العزيز منسق محافظه هنا لواي بير، وفي احدى التدريبات اللي كنا بنعملها سالنا المتدربين يعني ايه تطوع. مع جورج قرداحي من برنامج من سيربح المليون، وجاي نسالك شو يعني واي بير؟ 1 جمعيه اهليه، 2 مركز شباب، 3 مركز كورسات، 4 شبكه لتثقيف الاقران. معك 3 وسائل مساعده: الاتصال بصديق، ممكن تكلم واحد صاحبك، الاتصال برفيق. يعني انت جبت ايه جديد؟ ما هما كلهم نفس البتاع. نتصل بمين؟ نتصل بمين؟ نتصل بمين؟ مفيش غيرها. مي. الو. ايوه مي، بيسالوني يعني ايه واي بير يا مي؟ ادخلي عليهم بالتعريف. يعني ايه واي بير؟ الواي اختصار ليوث، يعني شباب بالانجليزي، والاسم الكامل Youth Peer Education Network Egypt، بالعربي شبكة تثقيف الأقران للشباب في مصر. يعني إيه برضو؟ أنتوا مين وبتعملوا إيه؟ إحنا مجموعة من المنظمات غير الحكومية والهيئات المختلفة اللي بتشتغل على توعية الشباب في موضوعات متنوعة. شبكة واي بير موجودة في أكتر من 40 دولة حوالين العالم، في الدول العربية وفي أوروبا الشرقية وفي آسيا الوسطى وفي أفريقيا. التطوع إنك تزرع وردة وتستنى لما تكبر وتهديها لشخص هدية. عشان تشتغل لازم يكون عندك خبرة، عشان يكون عندك خبرة لازم تشتغل. معادلة صعبة شوية، بس الحل هتلاقوه في التطوع. التطوع خلاني أحس بمعاناة غيري وإزاي أشاركهم في ده. التطوع يعني أفيد وأستفيد وأبقى شخص فعال في المجتمع. التطوع يعني حياة. التطوع، التطوع بالنسبة لي هو عمل من غير أجر، بستفيد بيه أنا وبفيد بيه غيري. التطوع بالنسبة لي إن أكسب خبرة وأساعد غيري. التطوع بالنسبة لي إن أحقق حلمي عن طريق تحقيق أحلام الناس. التطوع بالنسبة لي إن أتعلم حاجات جديدة وأزود خبرتي فيها. افهم التطوع صح وإنت هتتعلم، هتكتسب خبرة، وكمان هتزود علاقاتك وهتمر بمواقف كتير في حياتك. التطوع خلاني أتشجع أغني. طب ما تسمعينا حاجة كده. أسمعك يا سيدي. الضحكة عملة نادرة، جرب تشوف نتاجها، نعمة ربك مديها لك فرصة ومدفع حسابها، زي ما في الحزن دمى في الفرح دمى، بس الضحكة أحلى. اضحك يمكن تدوم، اضحك في وش الناس من غير ما تكش، عمر الضحكة أحلى، عمر الشمس ما بتغيبش، مشروع اضحك في وش الناس بكل إحساس أكيد يقص. التطوع حسسني اني عايش، عشان كده التطوع بالنسبة لي هو تدبير تفكير، طاعة واجب، عمل عبادة عمل. يا نبيل بنصور. بنصور بعد تصوير يعني؟ ايوه يا عم. طب خلاص، بس التطوع مش بيضيع الوقت خالص خالص. التطوع خلاني open minded، انا شايفة مجتمع بلا تطوع مجتمع بلا حضارة. التطوع خلاني احس ان انا عايشه وليا دور في المجتمع. التطوع خلاني اقرب اكتر من الناس. التطوع علمني ان انا استغل وقتي استغلال صح، استغله في اني افيد نفسي وافيد غيري، عشان كده بقول لكم استغل وقتك وتطوع. انا متطوع، اذا انا انسان. واي بير جنى حبت تكمل ضحكه 90 مليون. تحبوا تحدوا الضحكه دي لمين؟ لكل المتطوعين.